رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة سيشد الرحال إلى المملكة العربية السعودية، لكن ليس من أجل أداء مناسك العمرة. فما هو السبب يا ترى؟ مباشرة بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن إصدار قانون جديد يقضي بمنع تداول الخرائط التي تقسم التراب المغربي، وتمنع أيضا استخدام عبارة الصحراء الغربية داخل المملكة. فهل هذا هو سبب زيارته لها؟ دعونا نجرب احتمالا آخر. كما يعلم الجميع أن علاقة الجزائر بالسعودية هي علاقة متذبذبة وتشهد برودا دبلوماسيا تجلت مظاهره في عدم حضور ولي عهد السعودية محمد بن سلمان للقمة العربية المقامة بالجزائر في نوفمبر 2022. وحسب تقارير إعلامية فإن هذه الزيارة هي بغرض لقاء سعيد شنقريحة بقادة المخابرات السعودية من أجل التوسط لحل الأزمة بين الجزائر والإمارات، إلا أن هناك معطيات أخرى وراء هذا الهدف المعلن. كما اعتبر بعض المحللين السياسيين أن السعودية هي الهدف بحد ذاته. أوراق الجزائر في دولة مالي تتبعثر، حيث حذرت الخارجية الجزائرية من إعلان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في باماكو عن الإنهاء الفوري للعمل بمقتضى اتفاق السلم والمصالحة الموقع منذ عام 2015 بين الحكومة والحركة الانفصالية بإشراف من الجزائر. علاقات متدهورة بين الجزائر والإمارات. زيارة شنقريحة للمملكة السعودية تدخل أيضا في إطار طلب الجزائر توسط السعودية لدى الإمارات، خاصة أن منسوب التوتر بين البلدين قد وصل إلى درجة اتهام دولة الإمارات بالتآمر والمناورة لتفكيك وضرب استقرار الجزائر انطلاقا من مالي. وقد تم اتهام الإمارات كذلك بتمويل ميليشيا فاغنر في مالي وليبيا وميليشيات أخرى. الجزائر وصفقات السلاح. كانت الجزائر تعتمد على الإمارات في إبرام صفقات التسلح من خلال الصين وروسيا ودول أخرى، والآن تنوي تحويل قاعدة الصفقات من مستوى الإمارات إلى السعودية نظرا لمتانة العلاقات السعودية الصينية والسعودية الروسية. ووضعت الإمارات العربية المتحدة سابقا مسؤولين جزائريين في القائمة السوداء، من بينهم مسؤولون سياسيون وقادة عسكريون ممنوعين من دخول أراضيها، ووفق ما كشفت عنه تقارير متخصصة في الشأن الاستخباراتي، وذلك في سياق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين نتيجة الهجوم الإعلامي الممنهج على أبوظبي، خصوصا بسبب علاقاتها مع المغرب.